اهلا بيكم، والنهارده هنكمل السيره النبويه. وقفنا المره اللي فاتت عند ابو طالب لما كان رايح تجاره في الشام، فاخد محمد معاه اللي كان وقتها عنده 12 سنه. وفي طريقهم ظهرت كام علامه بتبين ان الغلام محمد مش شخص عادي. اول حاجه وهي تظليل الغمام ليه، لانهم كانوا ماشيين والدنيا حر جدا والشمس كانت شديده، فكان في غمامة ماشية فوق محمد علشان تظلله وتبعد عنه حر الشمس ولهبها. العلامة التانية ميل الشجر عليه، لأنهم وهم ماشيين علشان طول الرحلة والسفر تعبوا، فقالوا نقعد شوية ونرتاح. فوقفت القافلة يرتاحوا شوية، فقعدوا جنب شجرة يستظلوا بيها، فما كانش في مكان لمحمد، فقعد بعيد عن الظل، فمالت الشجرة بظلها بأمر الله علشان يستظل بها محمد. العلامة التالتة وهم ماشيين في طريقهم كان في صومعة الراهب من رهبان النصارى يقال إن اسمه بحيرة. بحيرة ده كانت قوافل التجارة بتعدي على الصومعة بتاعته، ما كانش بيهتم بيهم، وحتى لو حد كلمه ما كانش بيرد عليهم أصلا. لكن القافلة دي لاحظ بحيرة إن فيها حاجة غريبة، شاف إن في سحابة بتظلل القافلة دي وهي ماشية، اللي العلامة الأولى اللي لسه قايلينها. وشاف إنهم لما نزلوا تحت الشجرة يرتاحوا، لقى الشجر بتميل أغصانها علشان تظلل الناس اللي نزلوا يقعدوا تحتها، ودي العلامة التانية. فاستغرب بحيرة وقال القافلة دي أكيد فيها حاجة غريبة، فراح للقافلة اللي فيها أبو طالب وابن أخيه محمد، وفضل يكلمهم وطلب منهم ييجوا يرتاحوا عنده شوية. فاستغربوا منه هو كمان، أول مرة يعمل معاهم كده. فالمهم كلهم راحوا علشان يأكلوا ويرتاحوا عند الراهب ما عدا محمد، سابوه في القافلة علشان سنه صغير، فمش هيقعدوه مع راهب كبير زي بحيرة ومع الناس الكبار، فسبوه فعلا وراحوا. فبحيرة قعد يتأمل فيهم ويشوف تصرفاتهم يمكن يلاقي اللي بيدور عليه، لكن ملقاش حاجة مميزة في الناس دي. فسألهم هنتم كل اللي في القافلة؟ يعني مفيش حد مجاش معاكو؟ فقالوا له لأ، معانا غلام بس سايبينه برا مع القافلة. قال لهم فين هو؟ فقالوا له هناك مع القافلة برا. فأول ما شافوا بحيرة قعد يبصله جامد ويركز في تصرفاته، فعرف ان هو ده الشخص اللي الشجرة مالت بظلها ليه، وهو اللي السحابة ماشية معاه علشان يستظل بيها. فقال له بحيرة يا غلام هسألك اسئلة تجاوبني عليها بصدق. فقال له محمد اسأل اللي انت عايزه. فقعد يسأله عن صفة نومه واكله وشربه وبيحلم بايه، فكل ما يسأله عن حاجة ويجاوب يلاقي الإجابة بتاعته هي نفس الوصف بتاع آخر نبي مرسل. فطلب بحيرة إنه يشوف ظهر محمد، فلما كشف عن ظهره شاف خاتم النبوة. خاتم النبوة عبارة عن جزء بارز من الجسم بين الكتفين بنفس لون الجلد في حجم بيضة الحمامة، حواليه حبات الخال وعليه شعرات متجمعات، وحبة الخال اللي هي الشامة يعني نقطة بتكون لونها مائل للسواد كده. وخاتم النبوة ما كانش مكتوب عليه أي حاجة خالص، لا لفظ جلالة ولا اسم محمد ولا أي حاجة. فكده بحيرة اتأكد إن الغلام محمد ده هو نبي آخر الزمان. سأل بحيرة مين أبو الولد ده؟ فقال أبو طالب أنا أبوه. فقال لبحيرة لا، أنت مش أبوه، لا ينبغي أن يكون أبوه حي. فقال له أنا عمه. فقال له ابن أخوك ده هيكون له شأن عظيم في المستقبل، خده وارجع بيه مكة، وخد بالك من اليهود لأنهم لو شافوا وعرفوا اللي أنا عرفته منه مش هيسيبوه وهيأذوه. فخاف أبو طالب على ابن أخيه، فبعت معاه حد يرجعه مكة وكمل هو في رحلته للشام. عاش محمد مع عمه أبو طالب، وبدأ يشتغل علشان يساعد عمه الفقير، فاشتغل براعي الغنم. وطبعا راعي الغنم مش مهمة سهلة، لأنها محتاجة صبر،
لأن الغنم بيروح هنا وبيروح هنا، فبيجري ورا دي وبيروح يجيب دي، فتعلم الصبر من وهو في سن صغير. فكان صبور وكان صادق، لم يكذب أبدا. أصلا الكذب عند الناس في الجاهلية حاجة عيب جدا، فكان صفة الصدق منتشرة وصفة الوفاء بالعهد، وكان أمين جدا وكانش بيقول أي كلام فاحش. فكل الصفات دي اكتملت في أخلاق محمد. ومن الحاجات اللي تميز بيها إنه لم يعبد الأصنام أبدا، مع إن قومه كلهم بيعبدوا الأصنام، وعايش في وسط أهله اللي بيعبدوا الأصنام، ومع ذلك كان بيكرهها وعمره ما عبدها. وحتى الأمور اللي تعتبر عادية بين أهل مكة ربنا عصمه منها، يعني عمره ما حضر عرس فيه أغاني ومزامير أبدا. حتى قيل إنه كان قاعد مرة سمع صوت أغاني ومزامير، فسأل إيه ده؟ قالوا عرس فلان، فحبوا إنه يشوف، فربنا خلاه ينام وعينه غفلت ونام. ده ما راحش. تخيلوا لدرجة ايه ربنا حماه من كل شيء. لما وصل عمره 20 سنة حصلت حادثة في مكة، وهي ان واحد من التجار جه مكة علشان يبيع بضاعته، فاشتراها منه العاصب نوائل، لكن ما دفعش الفلوس، وقعد يماطل في دفع الفلوس لحد ما العاصب نوائل قال للتاجر ملكش حاجة عندي واعمل اللي تعمله. فراح التاجر واقف عند الكعبة وقعد يقول على اللي حصله والظلم اللي تعرض له، وانه عايز حقه من العاصب نوائل. فسمع الكلام الزبير بن عبد المطلب، فجمع أشراف الناس واتفقوا انهم هيعملوا حلف ينصروا فيه المظلوم، يعني يكون مجموعة من الناس تتفق على ان اي مظلوم يرجعوا له حقه. فكان من ضمن الناس اللي اشتركت في الحلفة ده محمد بن عبد الله لما كان عمره 20 سنة، وفهم رجعوا للراجل حقه، واي حد مظلوم كانوا بيرجعوا له حقه. بالحلف ده قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيت لحلف في الجاهلية، لو دعيت لي في الإسلام هشترك فيه، اللي هو حلف الفضول، لأنه هو قائم على أهداف نبيلة وهي نصرة المظلوم. وعلى فكرة نصرة المظلوم مش بس للمسلم، لكن لأي حد مظلوم، لدرجة إن لو المسلم ظلم غير المسلم نقتص الغير المسلم من المسلم، مش عشان مسلم يبقى خلاص. فاشتهر الشاب محمد بن أهل قريش بالصدق والأمانة والأخلاق العظيمة جدا. مين بقى اللي سمعت عنه؟ كان في مكة امرأة غنية عندها تجارة واسعة اسمها خديجة بنت خويلد. كان زوجها متوفي، وكانت قوية وذكية وشريفة بين قومها، وليها وضعها ومقامها واحترامها بين الجميع. كان عمرها 40 سنة، وكان سادات مكة نفسهم يتزوجوها، لكن هي ما كانتش بترضى بحد فيهم. كانت بتستأجر الرجال علشان ياخدوا بضاعتها ويتاجروا فيها وتديهم أجر زي مرتب كده مقابل إنهم يشغلوا لها فلوسها، فهي ما كانتش بتخرج للتجارة بنفسها إطلاقا. سمعت عن الشاب محمد وعن صدقه وأمانته وأخلاقه، وكان وقتها عمره 25 سنة، فحبت إنها تستأجره علشان يشتغل لها في أموالها. فبعتت له حد يقول له إن خديجة عايزاك تشتغل عندها مقابل مبلغ من المال، فوافق الشاب محمد وخرج بتجارة خديجة، ودي كانت تاني مرة يخرج لبلاد الشام. في تجارة المرة الأولى كانت مع عمه وعمره 12 سنة، وقتها بحيرة الراهب قال له خلي ابن أخوك يرجع. والمرة التانية لما خرج يتاجر لخديجة رضي الله عنها وكان عمره 25 سنة. المهم أخذ الشاب محمد بضائع خديجة وخرج من مكة علشان يتاجر، وكان معاه في الرحلة دي غلام لخديجة اسمه ميسرة، يعني الخادم بتاعها. ميسرة وهو في الرحلة مع محمد شاف الحاجات العجيبة اللي قلنا عليها. هما ماشيين في الطريق شاف السحابة ماشية معاهم بتظللهم من الشمس، وكان في شجرة راح محمد قعد تحتها،
فكان في راهب من رهبان النصارى موجود في المكان ده، فسأل ميسرة مين الشاب ده، فميسرة قال له ده محمد شاب من قريش. فالراهب قال لميسرة الشجرة اللي هو قاعد تحتها دي محدش بيقعد تحتها غير الأنبياء. فميسرة استغرب طبعا، نبي ده غير بقى اللي شافه من أخلاقه وأدبه، هو كان سمع عنه لكن لما شاف بعينه الوضع بقى حاجة تانية خالص. انبهر بأخلاقه جدا، وخصوصا لما شافه وهو بيتعامل مع الناس وهو بيبيع ويشتري، ولقى الناس نفسهم بيقبلوا عليه ويشتروا منه بسبب أخلاقه وسماحته، فكسب مكسب كبير. فخديجة اتفاجئت لما شافت الفلوس اللي كسبتها، وكمان ميسرة حكالها اللي شافه وسمعه، فانبهرت خديجة بيه وأعجبت بيه جدا. فكان ليها صاحبة اسمها نفيسة، كلمتها وقالت لها انها معجبة بمحمد وعايزة تتجوزه. فنفيسة قالت لها انا هروح لمحمد واعرض عليه انه يتجوزك. فوافقت خديجة، وفعلا راحت نفيسة للرسول وعرضت عليه يتجوز خديجة، فوافق محمد انه يتزوجها فعلا. حد يطول يتجوز خديجة اللي كل سادات قريش نفسهم يتجوزوها وهي رفضهم؟ كان عمره في الوقت ده 25 سنة، وخديجة كان عمرها 40 سنة، يعني الفرق بينهم 15 سنة. راح الشاب محمد لأعمامه وقال لهم الموضوع، فراح معاه عمه أبو طالب وحمزة علشان يخطبوها، ودفعوا لها مهر 20 ناقة. بعد ما تزوجت خديجة محمد سلمت له كل تجارتها علشان هو اللي يديرها. عاشت خديجة بنت خويلد مع محمد الصادق الأمين اللي اتولد يتيم وأمه ماتت وهو صغير، حتى جده اللي كان بيحبه جدا مات وهو صغير، وعمه كان مشغول بعياله وتجارته، فما كانش في حد يربيه أو يهتم بيه زي ما احنا بنهتم بعيالنا كده. ومع ذلك كان صاحب أخلاق عالية جدا، ودي رسالة لينا إن ربنا هو اللي بيربي، ربنا هو اللي ليه الفضل، ربنا هو اللي بيحفظ. حتى لو الإنسان اتولد يتيم ملوش حد في الدنيا، فهو يقدر يربي نفسه ويعلم نفسه مع الاستعانة بالله. كانت خديجة أول زوجة يتجوزها محمد وعاش معاها، ولدت له أول أبنائه واسمه القاسم، وكانوا الناس بيقولوله أبو القاسم، فتخيلوا فرحة أول طفل كانت عاملة إزاي. بعد ما ابنه القاسم كبر حوالي يعني سنة ونص وقيل سنتين، بعد ما وصل للسن ده مات ابنه اللي لعب معاه واللي كان بيشيله ويحضنه وكان بيحبه وبيخاف عليه وياخد باله منه ويهتم بيه ويضحك معاه، مات. هو مجرد أب بشر، وزوجته خديجة أم ليهم مشاعر زينا بالظبط. تخيلوا مشاعرهم كانت إيه لما ابنهم مات. مش إحنا بس اللي بنحزن وبنتألم، محمد وخديجة زينا حزنوا وتألموا على موت ابنهم. بعدها حملت خديجة وأنجبت بنت سموها زينب، وبعدها رقية، وبعدها أم كلثوم، وبعدها بسنة أنجبت خديجة آخر بناتها واسمها فاطمة، وكان عمر أبوها في الوقت ده 35 سنة. في الوقت ده حصلت حادثة غريبة في مكة، يا ترى إيه هي؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية.